مصر. تقرب له ايه للشهيد؟ انا عديله. طيب حضرتك اخر لقاء ليك كان امتى معاه؟ كان الساعه 6 المغرب وهو رايح الشغل، كنا قاعدين نفس يوم الحادثه. ايوه نفس يوم الحادثه. كنا قاعدين على محطه الحمول، هو ركب القطر رايح منوف وانا ركبت القطر رايح طنطا. اخر حديث ضرب بينكم ايه؟ والله هو يعني كان عامل بتاع بطاقه رده كده في المطاعم بتاع، فبيقول لي انا ما اقدرش اشيلها لوحدي، فشيل معايا انت تاخد نص طن ولا نص طن. قلت له ماشي. قال خلاص اما نرجع بالليل بقى نروح نشوف الموضوع ده. اخر مره كان قابلكم امتى او كنتوا شغال ايه اصلا؟ هو شغال كهربائي ديزل في السكه الحديد في محطه منوف. يعني ده شغله اساسي؟ ده شغله اساسي معايا. كان في محل عمله، كان في ورديته. كان مستلم من 7 مساء ل7 صباحا. وبعد كده تمام. وبعد كده اتصلوا بينا قالوا ادي سيبك عمل اصوب في الانفجار، رحنا على منوف وجم حولونا على هنا وحصل اللي حصل. البقاء لله.